السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد قصير ومختصر تعريفي عن شركة دي اكس ان. شركة دي اكس ان هي شركة ماليزية الأصل عمرها 28 سنة مدعومة من طرف الحكومة الماليزية. المراكز ديالها متواجدة بأكثر من 180 دولة حول العالم، يعني ممكن لأي شخص ينضم ويستفيد مع الشركة من أي مكان في العالم. أشنو تدير هاد الشركة؟ هاد الشركة كتزرع وكتصنع منتجات خلقها الله في الطبيعة، ما نقدروش نستهلكوها كيف ما هي. هاد الشي علاش تكلف الدكتور نيم مؤسس هاد الشركة بإجراء عدة بحوث كانت ناجحة وصادقت عليها منظمة الصحة العالمية، وبدأ بتصنيعها وتعبئتها في كبسولات باش يستفدوا الناس منها، لأنها كتساعد على رفع المناعة في الجسم وحماية من الأمراض وعلاج أي خلل بالجسم بشكل طبيعي بدون أي مواد كيميائية. ما هي هذه المنتجات؟ هي منتجات عبارة عن مكملات غذائية ومنتجات تستعمل في حياتنا اليومية. الفرق فقط وكبير أنها بدون أي مواد كيميائية ومن أصل طبيعي. منتجات غذائية كالقهوة بجميع أنواعها واللي كتوصل حتى العشر أنواع، مشروبات ساخنة مثل الشاي، وكذا مشروبات باردة مختلفة صحية وعلاجية، وكذا منتجات العناية بالبشرة والجسم كالصابون ومعجون الأسنان والشامبوان وإلى غيره من المنتجات اللي تعودنا أننا نستعملها في حياتنا العادية وكناخدها من البقال اللي تعودنا أننا ناخدها من عنده. ولكن بشركة دي اكس ان هي منتجات طبيعية صحية وآمنة على بشرة الوجه والجسم، وكذا الكثير من كريمات العناية بالوجه اللي كلها من أصل طبيعي بدون مواد كيميائية، كتساعد على تحسين بشرة الوجه وإبعاد التجاعيد والعناية ببشرة الوجه على أحسن وجه. وهناك منتجات مكملات اللي ثبتت الفعالية ديالها في القضاء على الكثير من المشاكل الصحية بشهادة الكثير من الناس وكذا خبراء التغذية والصحة، كالسبيرولينا، الفطر الريشي، فطر الكورديسيبس، عرف الأسد. والشركة أيضا كيف ما كتساعد الناس صحيا هي أيضا تساعدهم ماديا. كيف تساعد الشركة ماديا؟ تساعدك الشركة ماديا كحصولك على دخل شهري متنامي سواء كنت موظف أو طالب أو رب بيت، بدون رأس مال ولا رئيس عمل، من منزلك ومع ناس أنت من تختار العمل معهم، ولا يوجد أي احتمال للخسارة. وبالتالي فدي اكس ان مشروع حياة.